بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء نود أن نشكر شكر خاص الغرفة الفلاحية على هذه المبادرة، وعلى أنهم بجلونا على أغلبية مكاتب الدراسات للمشاركة في هذا المعرض الذي نحن متأكدون أنه سيساهم مساهمة كبيرة في تنمية الفلاحة وتأطير الفلاحة في المنطقة، كما نتمنى أن يكون كذلك، لأن تأطير الفلاحة والعمل بالفلاحة العصرية لا تجعل العمل العلمي أساس كل انشغالاتها وأساس كل مشاريعها من أجل النهوض بالفلاحة والنهوض بالاقتصاد الوطني. تربية الأبقار والأغنام كان حضورها جلي. نجد أن هذه العناصر الأساسية من حيث مردودها الغني من إنتاج الحليب واللحوم الحمراء، وبالتالي نرى مدى العلاقة التي تربط بين هذا المربي التي تعد من العناصر الأساسية لتكوين منظومة ذات طابع فلاحي متكامل من حيث المنفعة العامة. الاسم جباري عبد الوهاب، مربي أبقار وأغنام في منطقة الحوشبات. توجد مزرعة بمنطقة اسمها طاقة، توسع مساحة المزرعة على 22 هكتار صالحة كلها للزراعة. توجد فيها زراعة الحبوب من نوع قمح الصلب، قمح لين وشعير، وتربية الأبقار، أبقار الحمراء للحم، وتربية الأبقار بنوار رأس أجنبي للحليب، وتربية الأغنام فيها عدة سلالات وخاصة سلالة ولاد جلال. النعجة البيضة هذه نسموها السردي كما نقولوا نحن، ولا النعجة التراري اللي ما تجيبش الصوف ياسر، تجيب الخروف مليح، يعني الخروف اللي نقدروا نستعملوه غير في اللحم، يجي الخروف خشين ويصلح إلا للحم، ونقوم بعملية البيع تاع اللحوم في فصلين، في فصل الخريف يعني في مدة شهر رمضان وفي العيد الكبير عيد الأضحى. أما بالنسبة لتربية أبقار اللحم نبيعها في فصل في شهر رمضان، نديروا لونغراسمون ونربوا العجل نسمنوه لشهر رمضان. أما للحليب، الحليب نبيعه على طول العام، نربوا الحليب ونبيعوا الحليب هنا في تبسة على طول سنة، مدة طول سنة. هدف المشاركة في المعرض وش رايكم في التنظيم؟ التنظيم جيد، يعني المشاركة في المعرض حاجة جيدة باسكو يوقع فيه ترابط وما بين الناس، ويعرفوا الناس بعضهم، ويعرفوا الفلاح ويشوفوا المنتوج تاعو على الميدان، ماهوش بالهضرة، يشوفوا المنتوج في الميدان. بالنسبة لتنظيم المعرض يعني الحمد لله رب العالمين عقبل أحسن ما يرام، تنظيم جيد، ونشكر السلطات المحلية وخاصة الغرفة اللي قامت بدور جبار، يعني قامت بدور هائل، والحمد لله رب العالمين، يعني عقب كل شيء مليح، حتى الضيوف اللي جوا روحوا ساتيسفيد، روحوا فرحانين، عجبهم الحال، عقب المعرض بصفة عامة نعمة، نعمة مع عند رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. كلمة ختامية. كلمة ختامية، إن شاء الله نتمنى كل عام نشوفوا كيما هكا، نشوفوا معرض ونشوفوا الناس تتناسق، يعني ستان بليزير الواحد يشوف الناس هكا تشوفها كيفاش، ولد البلاد يجي يشوف الحيوان. اللي كان يشوفه غير في التلفزيون ولا يشوفه قدام ويمس ويصور معاه ولا معاه، ماشي نعم هذه. قبل يشوف الحصان في التلفزيون ونعجة في التلفزيون وبقر، هاك تشوفه يجي صغير يعود يبكي باش ما يمسش بقر، يعني الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله نتمنوا انها ديما تكون تواصل بركة ان شاء الله، والعمل عليك يا رب، بارك الله يعطيكم الصحة. شكرا. مرحبا بكم في جناح شركة تثمين الثروة الغابية الجديدة
بيت بسة، شركة تثمين الثروة الغابية الجديدة بيت بسة، أنشئت سنة 1999 أول جنبي، وهي منبثقة من الإجراءات إعادة الهيكلة فيما يخص خصصة المؤسسات آنذاك، وهي شركة ذات أسهم، عدد المساهمين بالشركة هما 55 مساهم، رأس مال الشركة هو 864 مليون سنتيم، الشركة هي متخصصة في أشغال الفلاحة بصفة عامة وأشغال الغابات بصفة خاصة، وكذلك بما فيها التخضير، يعني أي إنجاز المساحات الخضراء والملاعب المعشوشة طبيعية. تتوفر حاليا المؤسسة شركة تثمين الثروة الغابية على حوالي 25 مشروع، بما فيها 12 مشروعا تابعين لولاية بسة، و تابعة لأصحاب المشاريع وهم مديرية مصالح الفلاحة ومحافظة الغابات والعامة للامتياز الفلاحي، وكذلك المحافظة العامة لتنمية السهول. قلنا هذوما ربع مؤسسات هما لأصحاب 12 مشروع، ذلك فيه حوالي 13 مشروع اللي هما تابعين للولايات المجاورة هذه، بما فيها ولاية قسنطينة، بما فيها ولاية قالمة، بما فيها ولاية الواد، بما فيها ولاية بسكرة، وكذلك ولاية خنشلة. دائما في نفس الموضوع، وهو أشغال كما يقولوا، ونفس المؤسسات يعني أصحاب المشاريع، وهما مديرية مصالح الفلاحة و محافظة الغابات والمحافظة السامية لتنمية السهوب، وكذلك العامة للامتياز الفلاحي. فيما يخص المعرض هذا، يعني احنا شاركنا كأيوه الناس لعرض يعني الإمكانيات، حبينا نبرز الإمكانيات اللي توفر عليها المؤسسة، وأظن أنه يعني الجناح نتاعنا راه حسب السونداج اللي واقع لهنا راه يمتاز، فلربما راهو كما يقولوا راهو كلاسي بروميي ستون او نيفو نتاع الاكسبوزيسيون هذه. هذا بحكم الزوار اللي جاوا لنا، ماهوش نقول لك بحكمي انا ولا احنا، كما يقولوا راكم الناس كلها راكم تشوفوا فيها الاطارات نتاع المؤسسه راهم متجندين، راهم واقفين حتى يوريو يكسبليكيو للزوار الامكانيات نتاع المؤسسه والاهداف نتاع الشركه هذه. الشركه راهي كذلك الشركة تتوفر على مشاتل لإنتاج الأشجار الغابية والأشجار المثمرة والأشجار التزيين، وكذلك الأشجار العلفية، وتمتاز الشركة ثاني لها ثاني مركز تربية الطيور البرية، وهذا المركز هذا الهدف تاعو هو تعمير الجبال بالطيور، الطيور يعني اللي تاع المنطقة كما يقولوا، وكذلك المحافظة على الطيور ذات طابع بري كما يقولوا، سيتادير ريستيك، هذا كاركتير ريستيك، تلك كما يقولوا الحجل الفرعوني
التدرج، البط، الوز، الدجاج الريفي، الدجاج الهند كما نقولوا، وإلى غير ذلك من الطيور ذات طابع بري كما نعم. كلمة شكر، ونشكركم على المهام التي قمتم بها في لهذا الجناح نتاع المؤسسة، لبروز المؤسسة هذه، وأشكركم جميعا، وأتمنى لكم المزيد من العمل هذا الجبار، العمل كما نقولوا احنا العمل الذي له أهمية كبيرة في إبراز وأبراز الشركات نتاعنا هذه على مستوى الولاية، واللي تحط كما يقولوا اللي تقرب الشركات بما فيها الإنتاج نتاعها والقوة نتاعها والكيفية الأشغال نتاعها، تقربها من المواطن حتى يكون هناك كيفية الأشغال نتاعها تقربها من المواطن حتى يكون هناك تكون كثافة معلوماتية لدى الطرفين كما نقولوا، حتى تكون تبرز هذه المؤسسات ويكون عمل جيد كما نقولوا. وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتم الآن في مقر الغرفة الفلاحية المشرفة والراعي للمعرض الفلاحي الرابع لولاية بسة، والذي انطلق يوم أمس 29/5 إلى غاية 3/6/2004. في بداية الأمر أشكر كل إطارات الولاية وخاصة إطارات القطاع الفلاحي والذين ساهموا سواء كان من بعيد أو من قريب في إنجاز هذا العرض القيم، وكذلك لا أنسى كل التعاونيات الفلاحية المتعددة النشاطات سواء كانت تعاونيات مختصة أو تعاونيات للنشاطات المتعددة، وكذلك الخواص الذين أتحفون بعرضهم والذي لقي اهتمام وإعجاب كبير خاصة من طرف رئيس المنظمة العربية للتنمية الفلاحية، وكذلك السلطات المحلية، وخاصة إخواننا السلطات الولايات المجاورة الذين شرفونا بزيارتهم لهذا المعرض. وفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل السيد الأمين العام للغرفة الفلاحية الذي أشرف شخصيا على إنجاز هذا العرض بمعية مدير المصالح الفلاحية حتى تم إنجاز هذا العرض القيم والذي أبهر الجميع. رسول الله، أيها الأخوة الإطارات والأخوة الضيوف وكل المشاركين العارضين والمدعمين والمنشطين لهذا المعرض الفلاحي في هذه الظروف المناخية، ورغم الفترة قصيرة التحضير يعتبر هذه التظاهرة الفلاحية ناجحة، والحمد لله في البداية. ونجاح هذه التظاهرة الفلاحية
إيجاد في وقت قصير بفضل المجهودات تاع الإخوة المشاركين واللي خطوا لهذا المعرض سواء من بعيد أو من قريب، واللي هم ساعدونا على إقامة المعرض في هذا المقر، وكل الأخوة اللي شاركوا من بعيد ولا من قريب وتحملوا التعب العارضين سواء كان مؤسسات ولائية وتعاونيات أو الأخوة اللي جاءوا من ولايات أخرى، وكذلك القطاع الخاص لكل الأنشطة تاع الفلاحة بما فيها المواشي والخيول والإنتاج النحل والدواجن والمعدات الفلاحية المختلفة، التقنيات اللي موجودة في هذه السنوات ونتمنى إن شاء الله تتطور أكثر، ونيابة على أعضاء اللجنة الولائية اللي تمثل في السيد الأمين العام ومدير الفلاحة وبعض من الأخوة اللي هما ينشطوا الغايبين. باسمهم جميع أشكر كل الأخوة المدير المؤسسات والعمال انتاهم والقطاع الخاص اللي هما شاركوا في مختلف الأنشطة تاع الإنتاج الفلاحي، وقولوا أن مع الأسف وأن المعرض جاء مؤخر لأن المشاركة تاع المربي المواشي ما كانتش مشاركة قوية نظرا للفحول تاع الكباش عندما ما يززوا ما يعطوش المنظر كما يكونوا بالصوب تاعهم، وهو معتاد وأن كباش القبول يبقوا بالصوف نتاعهم حتى يفوت وقت نتاع القبول، لأن احنا ما كناش نفكر باش ندير هذا المعرض هذا في الوقت هذا بالذات، لكن الظروف المناخية وكذلك التوجيهات نتاع وزارة الفلاحة وبالمناسبة نتاع المدير العام للمنظمة الفلاحية العربية للزراعة اللي كان في زيارة للجزائر وزار بعض من الولايات وكذلك زار الولاية تاعنا رفقة الأمين العام لوزارة الفلاحة، ودشنوا معرض نتاع دراسة حول البيئة وحول مكافحة الجراد ومكافحة الحشرات في المركز الثقافي نتاع صيفا، ثم فتحنا هذا المركز هذا، ومشكور المدير العام نتاع المنظمة العربية للزراعة اللي هدانا بعض الإمكانيات للغرفة الفلاحية لتطوير الإرشاد للمستقبل، ونتمنوا هذا المعرض هذا اللي يشاركوا فيه بهذه المناسبة، ونتمنوا الإخوان إن شاء الله المستقبل وخاصة يوم الإرشاد يوم أول أكتوبر اللي ماذا بينا نشوفوا جهة من جوايا لكل سنة ندير يوم الإرشاد في جهة اللي هو وين نديروا يوم الإرشاد ونزيدوا نحسنوا ونطوروا التقنيات، وبالخصوص رانا نشوفوا عندنا تقنية جديدة اللي هي تحضر وبدأت تنشأ في التعاونية تاع تعاونية الري المدير الفلاحة فيسمعنا كلمة يتفضل. أخواني الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرفوني في هذا المقام اللي حاضرين فيه. نشكر كل واحد ساهم من قريب ومن بعيد فيما يخص هذا اللقاء تاعنا والتجمع تاعنا في هذا التظاهر. هي صح هي تظاهرة فلاحية مش جات في وقت الإنتاج، مهما يعني نقولوا المعرض تاعنا ما قدمناش يعني المنتوج تاعنا اللي يعني نتحصلوا عليه، هذا كما كان يقول لكم الحاج فيما يخص الوقت والظروف اللي يعني درنا فيها هذا، ولكن هذا ما يمنعش من كل تظاهرة فيها لقاء، كل لقاء يطلب منه أشياء اللي تطور الولاية، وإحنا باش نطوروها لازمنا بلقاءات كما هذا، انتم الآن
كل منكم شاف الصديق تاعو واش هي المواد ولا واش هي الطريقه اللي يخدم بها، ونظره في نظره تبادل الاراء، وهو تبادل الاراء يقدر يخلق كما كان يحكي حاجه قلت له نسمع فيما فصل الاصوات من ناحيه تنظيميه ومن ناحيه تقنيه لتطور الفلاحه على مستوى ولايته. زياده على هذا احنا اذا كان في هذا اللقاء تاعنا كنا جمعنا بعض المنتجين وكذلك بعض المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص تطوير الفلاحه، لانها كل قطاع متكامل هذا بهذا، ما يقدرش واحد يسير القطاع الفلاحي بدون ما يكون فيه كل المساهمين، سواء من كانوا من الاقتصاديين او من الاخوان اللي شاد التعاون نتاعنا فيما يخص التعاون الفلاحي من ناحيه التعاونيات ولا من ناحيه حتى من ناحيه الماليه فيما يخص كيما لاسيراما، لانها كانت طرق ووسائل لكيفيه الوصول باش يكون الاعانات او يكون دعم الدوله يكون يهم كل الفلاحين، والطريقه الثانيه كانت كيفيه الوصول لهذا المبتغى. قالت احنا كما ما كيفاش عليك الحديث في هذا الموضوع، ولكن شنو نقول؟ احنا نشكر كل من ساهم في هذا المعرض، ونقول لكم باللي يعني كاينه يعني نجاح هام جدا، لان احنا ما كناش نستناو باش يكون عندنا النجاح كما هذا، لان المعرض جاء في وقت ضيق جدا، وانتم عارفين باللي باه دير حاجه لازم فيها مساهمه، لان اخواننا اللي ساهموا خير من كل ساهموا من ناحيه سرقوا ناحيه الماديه، لان الناحيه الماديه والماليه تعرفوا هي اللي تكون شيء، نشكرهم شكرا جدا جدا، ونقول لكم باللي جميع من ساهم في هذا المعرض سيكون له ان شاء الله عند قريب لقاء لكل واحد على الاقل تكون عنده شهاده شرفيه لتبقى ذكرى لهذا اليوم اللي ان شاء الله يكون من خير. ما دام يعني احنا على كل حال نقدر نقولوا باللي على مستوى تنظيمي، لان تدهور فيما يخص الفلاحه تعرفوا باللي احنا كل الناس تحب تشوف ولا تشاهد الاشياء هذه، باغي يخلق الضجه هذه، هذا ما يمنعش باللي احنا نكون رضاكم رضانا احنا، وان شاء الله نتمنى لكم النجاح ونتمنى التوفيق في اللقاء الاخر اللي يكون ان شاء الله ابتداء من سبتمبر اكتوبر، لعل تكون عندنا تدهوره وتكون اعلى وازيد فيما يخص التنظيم وكذلك فيما يخص تقديم الانتاج. وشكرا لكل من ساهموا معنا من بعيد ومن قريب لنجاح هذه التظاهره ولخالد الله القريب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.